وللحديث عن التحالف الروسي الإيراني وتطوير العلاقات التجارية والعسكرية بين الطرفين، معنا من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد. أهلا بك سيد زياد. يعني بداية، كيف نفهم هذا التحالف بين روسيا وإيران؟ هل هو تحالف وقتي وآني؟ ما أهميته بالنسبة للطرفين؟ تفضل سيد زياد. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. لا شك أن روسيا حاليا وبعد فرض العقوبات عليها بحاجة إلى شركاء، وأفضل شريك لها في هذه المرحلة هي إيران. إيران تعرضت وما زالت تتعرض لعقوبات، وبالتالي الشراكة بين الطرفين يؤدي إلى إلى طريق لروسيا للإفلات من العقوبات. إيران منذ سنوات طويلة وهي تتعرض إلى العقوبات، واستطاعت أن تفلت من هذه العقوبات وأن تمرر الكثير من الأمور الاقتصادية لديمومة اقتصادها، وبالتالي فروسيا هي بحاجة إلى التجربة الإيرانية في هذا المجال. هذا التحالف لا أعتقد أنه سيطول وسينتهي حال رفع العقوبات على روسيا من قبل الغرب وأمريكا نتيجة حربها على أوكرانيا. ولا بد لنا أن نقول أن هذا التحالف لا يمكن أن يستمر، كما أنه غير فعال على المدى الطويل. كلا الدولتين لا تمتلكان الخبرة والتكنولوجيا الغربية، وليس لديهم رؤوس أموال. رؤوس الأموال الغربية هي التي تشغل الاقتصاد في الكثير من الدول، وبالتالي هذا التحالف سيستمر طالما العقوبات مفروضة على الطرفين. ورغم أن روسيا وإيران إضافة إلى الصين يحاولون خلال تحالفاتهم من إنشاء نظام عالمي جديد، ولكن هذا الكلام سابق أوانه، وبالتالي لا بحسب وجهة نظري. سيد زياد، ماذا عن نظرة الغرب عندما تنتهي الظروف التي أدت إلى إنشائه بين الدولتين؟ ماذا عن نظرة الغرب لا سيما أمريكا وبريطانيا لمثل هذا التحالف، وهما رافضتان لفكرة غزو روسيا لأوكرانيا؟ لا شك أن أمريكا وبريطانيا ينظران إلى هذا التحالف نظرة ترقب ولا يستسيغان هذا التحالف، ولكن ماذا بأيديهما أن يصنعان سوى المزيد من العقوبات على كلا الطرفين؟ نحن نعلم أن بريطانيا وأمريكا كانت من أكبر الداعمين إلى الرئيس الأوكراني ضد الحرب التي فرضته روسيا عليه، ولكن روسيا بحاجة إلى حلفاء لها، ووجدت الإيرانيين حليفا جيدا، وروسيا وإيران الآن تحت العقوبات الدولية من قبل أمريكا ومن قبل الغرب، وخاصة كذلك بريطانيا مساهمة في هذه العقوبات. ولا بد لنا أن نقول أن هذا التحالف بالنسبة لأمريكا ولبريطانيا ينظران إليه بنظرة قلق، ويحاولان الحد من نتائجه على الحرب الروسية على أوكرانيا. هل يمكن أن يؤثر هذا التحالف على رغبة أمريكا في الإسراع بالاتفاق النووي مع إيران؟ لضبط تحركاتها وتحالفاتها أيضا. إيران كان سابقا موجود، وهذا الأمر العلاقات بين إيران وأمريكا ليست مرتبطة بالاتفاق النووي بين الغرب وإيران. إيران أو النظام الحاكم، نظام الملالي الحاكم منذ تسلم للسلطة كان يقول أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وبالتالي فهذا الأمر ليس مرتبطا بالاتفاق النووي بين إيران والغرب. ولهذا الأمر لا أعتقد أنه مؤثر، كما أننا نعلم أن روسيا لها دور في هذا الاتفاق النووي، وروسيا قبيل
قبيل الإعلان عن يعني الخطوات الأخيرة للاتفاق النووي مع بين إيران والغرب، وطلبت تعهدات مكتوبة من أمريكا لكي تحافظ على علاقاتها مع إيران وخارج العقوبات التي فرضتها أمريكا. وبالتالي فلا أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسريع عقد الاتفاق النووي بين الطرفين، ولا أثر له في هذا الموضوع. هذا التحالف سيد زياد هل يعكس الموقف الذي وصلت إليه موسكو، لا سيما بعد مرور 6 أشهر على بدء حربها ضد كييف؟ عفوا لم أسمع السؤال. هذا التحالف هل يعكس الموقف الذي وصلت إليه روسيا، لا سيما بعد مرور 6 أشهر على حربها ضد أوكرانيا؟ لا شك أن الروس في موقف لا يحسدون عليه، خاصة وأن الرئيس الروسي كان يتوقع أن ينتهي الحرب في خلال 48 ساعة، يحتل كييف وينصب حكومة موالية له وينتهي الأمر، ولكن الأمور سارت على غير ما يشتهي. هذا الأمر أدى إلى أنه يبحث عن حلفاء، وجد كما ذكر تقريركم الرئيس الروسي، وجد في الإيرانيين يعني مساعدين له، ولذلك اعتمد عليهم في كثير من الجوانب. هنالك الحديث كما ذكر تقريركم عن مسيرات إيرانية قامت إيران بإعطائها إلى روسيا، وهذا الأمر حسب الأمريكان قد يؤثر على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع أن وزير الخارجية الإيراني اتصل بوزير الخارجية الأوكراني وطمأنه أن إيران لن تكون مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. على سيرة المسيرات سيد زياد، يعني دعم إيران لروسيا بهذه المسيرات، ألا يمكن أن يفتح شهية روسيا لمزيد مثلا من الحرب ضد أوكرانيا، وبالتالي تحويل أوكرانيا إلى سوريا جديدة؟ هل هذا قابل لأن يحدث على الأرض مثلا؟ يعني هذا الأمر، كم من المسيرات يمكن أن تعطي إيران لروسيا؟ لا أعتقد أن هذا الأمر سيقلب الموازين في حرب بوتين على أوكرانيا، وبالتالي هذا الأمر يعني يمكن أن 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 يؤدي إلى ضرر بالقوات الأوكرانية، وخاصة أن أوكرانيا تستعمل المسيرات التركية برقدار في حربها ضد روسيا، وإيران يعني بتزويدها لروسيا بهذه المسيرات قد يعادل الأمر، ولكن لن يؤدي بالنتيجة إلى قلب الموازين في حرب بوتين على أوكرانيا. وهذا الأمر السؤال الأخير سيد زياد، يعني هل تعتقد أن تزداد سخونة المشهد والعمليات العسكرية في أوكرانيا؟ ما فرص وإمكانيات الوصول إلى حل وسلام وإنهاء الغزو؟ يعني أنا أعتقد أن الرئيس الروسي تورط في هذه الحرب، كما قلت قبل قليل أنه كان يعتقد أنه خلال 48 ساعة يصل إلى كييف ويعين حكومة موالية له وينسحب، ولكن الأمر سار على عكس ما يشتهي. هو الآن لا أعتقد أنه يستطيع، أمام دعم الغرب لأوكرانيا، لا يستطيع أن يحقق النتائج التي كان يريد تحقيقها، وسيكتفي بضم جمهوريتين في شرق أوكرانيا إضافة إلى الغرب وينتهي، ولكن حتى هذا الأمر يبدو أنه صعب المنال في الأيام في الوقت الحاضر، وربما الأيام القادمة قد تساعده في تحقيق ذلك. من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد، شكرا جزيلا لك.